عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد في كيزاكو.com. الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي يكون حول الدواء اللوغاريتمية، غادي نديرو بتذكير وبعض التمارين. نبداو على بركة الله بعض التعاريف الأساسية. عندنا الدالة ln دو إكس معرفة، ln دو إكس معرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية. اش كنعرفو جاني عاوتاني على الدالة ln دو إكس؟ بأن الدالة ln دو إكس متصلة على المجال صفر زائد ما لا نهاية، وأيضا قابلة للاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية، وتزايدية قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهاية. بالنسبة للدالة ln دو إكس كنعرفوا بلي راه معرفة على المجال ومتصلة وقابلة للاشتقاق وتزايدية. إلا بغينا نديرو هندسيا نمثلو الدالة ln دو إكس، عندنا هنايا واحد، هنايا بطبيعة الحال الصفر. الدالة عندنا غتكون على هذا الشكل، هادي هي الدالة ln دو إكس تمثيل ديالها. كنعرفو الاشتقاق أيضا ديال ln دو إكس اللي هو واحد على إكس. نمرو الآن لبعض الخاصيات ديال ln دو إكس. عندنا ln دو إكس في إكغيك يساوي ln دو إكس زائد ln دو إكغيك. هنا يردو البال خاص إكس و إكغيك يكونو بوزيتيف، إكس إكغيك بوزيتيف، حيت كنعرفو بلي الدالة ln دو إكس معرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية. في حالة لا كان عندنا إكس و إكغيك ماشي بوزيتيف، غنديرو هنايا لا فالور أبسولو، يعني القيمة المطلقة. عندنا خاصية أخرى ln واحد على إكس تساوي هي ناقص ln دو إكس، و ln ديال إكس مقسومة على إكغيك هي ln دو إكس ناقص ln دو إكغيك. ln جذر إكس تساوي هي واحد على اثنان ln دو إكس. علاش؟ حيت عندنا جذر إكس هو إكس أس واحد على اثنان، وكنعرفو بلي عندنا ln ديال إكس أس n هو n ln دو إكس. يعني هادي جات هاد ln ديال جذر إكس خديناها من هادي. علاش؟ حيت جذر إكس كنعرفو بلي جذر إكس بلي هو إكس أس واحد على اثنان. كنعرفو عاوتاني عندنا ln دو إكس إذا كانت تساوي ln دو إكغيك تكافئ إكس إيكالا إكغيك، ولا كانت عندنا ln دو إكس أصغر من ln دو إكغيك تكافئ إكس أصغر من إكغيك. هنايا غير للتذكير فقط، راه خدامين على إكس إكغيك أكبر من صفر بالنسبة لهاد الحالات كلها. إلا ما كانش عندنا إكس إكغيك أكبر من صفر خصنا نديرو القيمة المطلقة. نمرو الآن للنهايات. النهايات ديال ln عندنا ليميت إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية ln دو إكس تساوي زائد ما لا نهاية، وليميت إكس تؤول إلى صفر زائد ln دو إكس تساوي ناقص ما لا نهاية. أو تاني عندنا ليميت إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية ln دو إكس مقسومة على إكس تساوي صفر زائد نهاية إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية ln
دو اكس مقسوم على اكس اس ان بصفه عامه تساوي صفر. هنايا كنأكد بلي عندنا هنايا ln دو اكس على اكس كتساوي صفر بلس. حيت تقدر تكون عندك في المقام وغتحتاج تعرف واش صفر بلس ولا صفر موا، غير للتذكير هنا عندنا صفر بلس. إذا كانت عندنا النهاية x تؤول إلى صفر بلس x ln دو x، نفس الشيء هنا عندنا صفر موان، وليميت x تؤول إلى صفر بلس ln x أس n ln دو x تساوي صفر. والنهاية الأخيرة ليميت x تؤول إلى صفر ln واحد زائد x مقسوم على x تساوي واحد. هذا فقط غير تذكير باش تذكر بعض الخاصيات ديال ln اللي غنقدروا نحتاجوهم في التمارين ديالنا. هو ماشي درس ولكن فقط تذكير. نمر الآن للتمرين ديالنا. حدد في كل من الحالات مجموعة تعريف الدالة f للمتغير الحقيقي x. عندنا f دو x تساوي ln تاع x أس 2 ناقص 2 x ناقص 3. دابا خصنا نديرو مجموعة تعريف ديال الدالة f دو x ديالنا. نبداو بالأولى f دو x تساوي ln x أس 2 ناقص 2 x ناقص 3. كنعرفو بلي d دو f تساوي هي x تنتمي إلى r. خصنا هنايا بالنسبة عندنا الألين يعني داخل الألين خص يكون أكبر من صفر، يعني x أس 2 ناقص 2 x ناقص 3 أكبر من صفر. يعني هنايا عندنا معادلة من الدرجة الثانية، غنحلو المعادلة ديالنا هي x أس 2 ناقص 2 x ناقص 3 تساوي صفر. هي غتعطينا x زائد 1 عامل لي x ناقص 3 تساوي صفر. الدالة عندنا كتنعدم في x ناقص 1 أو x تساوي 3. إذن غادي يكون عندنا جدول التغيرات ديالنا على هذا الشكل. هنا هنايا ناقص ما لا نهاية ناقص 1 3 زائد ما لا نهاية. هنا حتى عندنا كتنعدم في 3 وفي ناقص 1، إذن غادي تكون هنا عندنا تنعدم نفس الشيء. هنايا الإشارة ديالنا هنا تكون سالبة موجبة موجبة. إذن جدول الإشارة ديالنا هو هذا، يعني x أس 2 ناقص 2 x ناقص 3 هنايا x. إذن ومن جدول الإشارة نسنجو مجموعة التعريف ديالنا. d دو f غتكون عندنا هي ناقص ما لا نهاية. علاش غناخدو هنا الموجب؟ السالب ما غناخدوش، غناخدو فقط الموجب، يعني حيت حنا كنقلبو على أكبر من صفر، يعني الموجب بلس غناخدو ناقص ما لا نهاية ناقص واحد اتحاد 3 زائد ما لا نهاية. نمر الآن للمثال الثاني ديالنا اللي هو f دو x تساوي ln دو x ناقص ln أس 2 x. عندنا f دو x ديالنا اللي هي ln دو x مقسومة على 1 ناقص ln أس 2 x. هنا نقدروا نكتبوا ln 1 ناقص ln دو اس 2 اكس على هذا الشكل. ln x مقسومه على عندنا هذه متطابقه 1 ناقص ln دو x عامل لي 1 زائد ln دو x، فقط للتبسيط يعني ممكن نخدموا بهذه ماشي مشكل. اذا د دو اف ديالنا تكون على هذا الشكل x تنتمي الى r. هنايا خص x تكون اكبر من صفر، حيت علاش؟ حيت عندنا ln دو x x اكبر من صفر، و خصها تكون عندنا المقام يخالف الصفر طبيعة الحال،
واحد ناقص ln دو إكس عامل لي واحد زائد ln دو إكس يخالف الصفر. عندنا هنا واحد ناقص ln دو إكس عامل لي واحد زائد ln دو إكس يخالف صفر، يعني واحد ناقص ln دو إكس يخالف صفر وواحد زائد ln دو إكس يخالف صفر، تساوي إكس ينتمي إلى R، إكس أكبر من الصفر، و واحد ناقص ln دو إكس يخالف صفر، و واحد زائد ln دو إكس يخالف الصفر. هنايا غناخدو ندوزو ln دو إكس الطرف الآخر، وهنا ندوزو واحد للطرف الآخر، أصبح عندنا على هذا الشكل إكس ينتمي إلى R، إكس أكبر من صفر، و ln دو إكس يخالف واحد، و ln دو إكس يخالف ناقص واحد. هنايا كنعرفو بلي عندنا ln دو إكس إكسبونونسيال، ندخلو الإكسبونونسيال هنايا و الإكسبونونسيال هنا، علاش؟ حيت عندنا إكسبونونسيال ln دو إكس هي إكس. هنايا تذكير، إكسبونونسيال ln دو إكس تساوي إكس، و ln إكسبونونسيال إكس نفس الشيء هي إكس، فقط للتذكير. غادي نستعملوها هنايا، تولي عندنا هنا إكس تنتمي إلى R، إكس أكبر من صفر، و هنايا إكس يخالف أو واحد، علاش؟ حيت دخلت هنايا أو وهنايا أو، أو إكسبونونسيال ln دو إكس قلنا هي إكس، و أو ديال واحد تبقى أو واحد، و نفس الشيء غندخلو هنايا تبقى لينا هي إكس، وهنايا تخالف أو ناقص واحد. عندنا أو ناقص واحد راه هي واحد على أو. إكس تنتمي إلى R، إكس أكبر من صفر، و إكس يخالف أو واحد، و إكس يخالف واحد على أو. هاد واحد على أو راه هي أو ناقص واحد، نفس الشيء. إذن الآن غنستنتجو دي دو إف بالنسبة للدالة ديالنا. دو إف تساوي عندنا هي صفر واحد على أو اتحاد واحد على أو اتحاد أو زائد ما لا نهاية. علاش؟ هنايا عندنا أول حاجة، الحاجة الأولى خاص إكس يكون أكبر من صفر، يعني ناقص ما لا نهاية، من ناقص ما لا نهاية الصفر ما غناخدوهش، يعني غنبداو من الصفر. ثانيا عندنا خاص أكبر من صفر، يعني غناخدو المجال من صفر زائد ما لا نهاية. هنايا عندنا خاصو يخالف لينا أو واحد، ويخالف لينا واحد على أو. إذن غنحيدو هاد، نحيدوهم من المجال، نحيدو واحد على أو ونحيدو أو. إذن دي دو إف ديالنا تبقى على هاد الشكل. نمر الآن للحالة الثالثة والأخيرة، عندنا f دو x تساوي جذر مربع ln x أس 2 ناقص ln x. هنا خصنا نديرو d دو f ديالنا تكون على هذا الشكل، تساوي x تنتمي إلى r ln أس 2 تا x ناقص ln دو x. خاص هنايا كنعرفو بلي كل ما تحت الجذر خاصو يكون أكبر من أو يساوي صفر، طبيعة الحال. وما نساوش بلي x خاصو يكون أكبر قطعا من صفر. هنايا نعملو ب ln دو x، تصبح عندنا على هاد الشكل x تنتمي إلى r، ln دو x عامل لي ln دو x ناقص واحد أكبر من أو يساوي صفر، و x أكبر من صفر. هنايا غنديرو، يعني غتولي عندنا ln دو x، ln دو x تساوي صفر، و ln x ناقص واحد يساوي صفر، أي كتعطينا هنايا x يساوي واحد. علاش؟ حيت هنايا غندخلو اكسبونونسيال، والاكسبونونسيال ديال الصفر يعني او زيرو هو واحد، يعني غتعطينا الحالة الأولى.
x يساوي 1، والحالة الثانية x يساوي e. نديرو الآن جدول الإشارة باش نخرجو d دو f. جدول الإشارة غيكون عندنا على هذا الشكل. عندنا هنايا عندنا كتنعادم في 1 و e، 1 e. حنا خدامين على 0 بلس لانفيني، يعني على المجال 0 زائد ما لا نهاية. هنا عندنا تنعدم ln دو x هنا، و ln دو x ناقص 1 هنا، ln دو x عامل لي ln دو x ناقص 1. هنا ln دو x تتنعدم في الواحد، يعني غنديرو هنا الصفر. هنا لا شيء، ما هنا عاوتاني عندنا ln دو x ناقص 1 تنعدم في الأ، إذن غتكون هنا تنعدم، وفي الأخير غتكون كتنعدم فيهم بجوج بطبيعة الحال، يعني الجداء غادي يكون كينعدم هنا في الواحد وفي أ. بالنسبة للإشارة هنا ما بين صفر وواحد في ln دو x سالبة، وما بين واحد وزائد ما لا نهاية موجبة. هنا ln دو x ناقص واحد ما بين صفر و او سالبة، ما بين او زائد ما لا نهاية موجبة. إذن الضرب ناقص في ناقص تعطينا زائد، زائد في ناقص تعطينا ناقص، وزائد في زائد تعطينا زائد. إذن حنا اللي كيهمنا حيت عندنا ln دو x خاصنا ناخدو x موجب، يعني كيهمنا في صفر واحد وفي او زائد ما لا نهاية، الإشارة موجبة. إذن دي دو اف ديالنا غتكون على هذا الشكل، صفر واحد اتحاد او زائد ما لا نهاية. وبهذا كنختم الفيديو ديالنا، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.